من منا لم يمارس لي الذراع في منزله أو محاولة إسقاط ذراع الشخص الآخر على الأرض، ومن منا لم يتحدى ولده أو والده من باب المزاح، لكن هل تصور أي منا أن هذه اللعبة أصبحت بطولة؟ الفكريات إن لعبة شفناها إحنا برا الكويت، بكون إحنا كنا يعني أنا لاعب رياضي في لعبة رفع الأثقال، شفنا هذه الرياضة برا وشفنا لها قوانين ومارسناها هناك برا، لعبنا بطولات فيها، فحبينا نجيبها الكويت. جبتها قبل سنتين، هذه السنة الثالثة لنا، وقمنا ننظم بطولات لها. الحمد لله كان في إقبال حلو عليها، مشاركين عدد مشارك طيب، كان في تنافس بين المشاركين، والحمد لله بطولة ناجحة وفاقت توقعاتنا. مو عشان هي غريبة، احنا حابين ان ننشرها بين فئة الشباب، وفيها إقبال ما شاء الله كبير عليها. مصارعة الذراعين هي مسابقة بين شخصين حسب وزن الجسم، يفوز فيها الشخص الذي يسقط ذراع الآخر في أسرع وقت وبطرق مختلفة، وتعتمد على ثلاثة أساسيات هامة. تعتمد على ثلاث أشياء، أول شيء قوة العضل، ثاني شيء طبعا اللي احنا نقول عنه بالكويتي العصب، أو هي قوة القوة الجينية داخل الجسم. الشغلة الثالثة التكنيك، هي حال أي لعبة لها تكنيك معين، ممكن انا اكون يعني اقل منك في العصب وفي العضل وافوز عليك اذا املك التكنيك. في لها طبعا ميلان الجسم، ميلان الايد، هذه طبيعي، احنا كنا باعتقادنا طبعا في القبل انها ما كانت طبيعيه، لكن هي طبيعيه بعد ما احنا خذينا دورات تحكيم دوليه وشاركنا كلاعبين خارجيين يعني، وهنا طبقنا هني كحكام دوليين بالكويت. سؤال يتردد وبقوه، ما هو مصير مشاركة الشخص الذي تكون قوته باليد اليسرى؟ وإن شارك فإن القرعة هي من تحسم الفائز. المفروض تكون يمين ويسار عشان يصير فيها منافسة أي الإيد الأقوى، يعني مثلا إذا أنا عسماوي وأنت يمين، أنت راح تفوز علي بيدك اليمين وأنا راح أفوز عليك بيدي اليسار، راح تصير في منافسة بقرعة يمين أو يسار، وقتها تحدد الفوز بيني وبينك.